خلوني أروح مع حضراتكم لتقرير. الأستاذ حنفي والست زوجته، الست بتاعته زي ما كنا نقول زمان كده، حولوا سطح البيت لزراعة فاكهة التنين، دراجون فروت. دراجون فروت دي غالية جدا بره وجوه، غالية جدا. شافوا هما بيزرعوا ازاي، وانا اكتشفت من فترة قصيرة يعني ان احنا في عندنا بالفعل مزارع للدراجون فروت دي. المهم انه المرة دي الاستاذ حنفي والست بتاعته بيزرعوها فوق البيت، فوق سطح البيت. هي فاكهة استوائية موجودة في جنوب شرق آسيا، طعمها حلو، موجودة في السوق في حتت قليلة خالص، وسوبر ماركتس من النوع بتاعت اوعى وشك، يوصلها كيلو لحد 700 جنيه يعني. شوف بقى الأستاذ حنفي النصاحة الشطارة. والله ما بهزر. هو زوجته سيدة فلبينية، فعلى ما يبدو هي عارفة طريقة الزراعة المثلى بتاعت الفاكهة دي، فساعدوا بعض وزرعوا سطح المنزل. مش مصدق؟ شوف التقرير وبعدين فاصل. ابيض من جوه، وفي نوع تاني اصفر من بره وابيض من جوه. دي نوع درجات في السكريات نفسها بتاعه الدراجون. لو هتلاحظ هتلاقي في بعض من الحشرات جايه على الثمره، لان الثمره بتفرز ماده سكريه. الماده السكريه دي بتحافظ على الرطوبه بتاعه الثمره نفسها عشان هي فيها نسبه سكريات عاليه. كنت مع نفسي انا مش عارفه الحاجات دي اصلا. ماشي، وهو انا بتكلم العائلة هناك هما بتزرع ازاي، عشان في واحد بتزرع هناك في البلد وبيعمل كل حاجه وبيسيب في الحاجات في الارض. وهو افتبا وصلت مع واحد هنا في البلد وهو بيعلمه هو هتزرع ازاي، والحمد لله شكر له يعني النفع للحاجات. هو نبات رخوي، لازم بالنسبه للزراعه بتاعته هي سهله جدا. تزرع فوق اي سطح،
اي واحد عنده سطح ممكن يستغل النبات ده. النبات ده بيجي نظام عقل، لو جبنا صفيحه من بتاعه السمنه 11 كيلو، او جبنا جردل اللي هو بتاع البوهيه اللي هو ال 15 كيلو وزرعناه فيها هيشتغل. حتى لو يعني بعد ما تثمر وبعد ما تقعد كتير برضو الجذور بتاعتها مش هتنزل لتحت ومش عايزه مكان واسع. انا نفسي ان المشروع ده يكبر ويبقى في مصر كلها، وعايز يبقى في بالنسبه للارض الارض خاصه بيه، وعايز يكبر المشروع وعايز يبقى خاص بيه يعني.